بددت أحلام الرعاة مع قدوم فصل الصيف الذي أشعل فتيل الأرض بالرمضاء والسراب في الأفق، وراح ينفث أنفاسه الساخنة في عروق النباتات فيحاصرها بالجفاف. مع قدوم فصل الجفاف يبدأ الكثير من الأمازيغ بهجرة الصيف من الصحراء بعد أن قطفوا زهرة الربيع، ليعودوا للجبال لقطف ثمار الصيف. فقد ذابت الثلوج وسالت المياه ونمت العروق في سفوح وأودية الجبال. لقد أصبحت الصحراء بيئة طاردة ليست للإنسان فحسب، بل للكثير من الطيور. فهذه طيور القطا تستعد لرحلة طويلة من الهجرة بعد انتهاء موسم التكاثر في الصحراء أثناء فصل الربيع. إن كان هناك قبائل مهاجرة مع قدوم فصل الجفاف، فللصحراء قبائل أخرى لا ترضى بها بدلاً ولا عنها وطناً. ففي الصحراء الشرقية لإقليم الهضاب في شرق المملكة المغربية تعتبر قبيلة بني جيل من القبائل العربية التي تسكن هذه الصحراء، لا يتحولون عنها في جدب أو نماء. فهي قبيلة رعوية مستقرة تنتقل في مناكب هذه الصحراء وفقاً للتغيرات الموسمية للفصول الأربعة. تشتهر قبيلة بني جيل بالفروسية والشجاعة والوفاء بالعهد، كما تتميز هذه القبيلة بالكرم، وتعتبر هذه الصفات من القيم المقدسة التي غرستها الصحراء في نفس البدوي. فهذه الصحراء المفتوحة من كل حدب وصوب بخلائها الموحش وأرضها المقفرة أرسل دعائم الكرم وقراء الضيف في المجتمع البدوي. فبيوت الشعر في هذه الصحراء تعتبر ملجأً وسكناً للعابر والمنقطع والضيف، ولا تزال هذه القيم خالدة في نفس البدوي المعاصر كإرث اجتماعي تناقلته كل أجيال الصحراء. كما تعتبر قبيلة بني جيل رعاة أغنام بالدرجة الأولى، وهذا ما يجعل هذه القبيلة أكثر استقراراً وأقل ترحالاً في الصحراء. فالأغنام لا تستطيع التوغل كثيراً في الصحراء ولا تتطلب ترحالاً دائماً. فضلاً عن الأغنام، تملك هذه القبيلة قطعان البقر تجوب بها أطراف هذه الصحراء، وقد تعتبر الأبقار كائنات غريبة ودخيلة على الصحراء، وغالبا ما توجد في المناطق الرطبة ذات الأحوال المناخية المعتدلة، ونادرا ما تعيش في المناطق الجافة. فهي تستهلك كميات كبيرة من النبات وتتطلب ثراء وتنوعا في فصائله، وهذا ما قد تعجز عنه الصحراء في بعض المواسم الجافة. تتميز بيوت الشعر لقبيلة بني جيل بشكل خاص ومختلف عن بيوت الشعر الأخرى، فهي تبدو دائرية الشكل على خلاف بيوت الشعر في جزيرة العرب التي تبدو مستطيلة الشكل. كما يتميز هذا البيت بمدخل واحد فقط على عكس بيوت الشعر الأخرى المفتوحة، ويبدو هذا المدخل منخفضا نسبيا. قد يبدو هذا البيت بسيطاً متواضعاً في الشكل الخارجي، لكنه في الداخل يحمل صورة أخرى، فأثاثه تحفة في الأصالة والتراث، وهناك تعقيد في البناء من الداخل، حيث تنصب الكثير من الأعمدة القصيرة على جانبي البيت، وهناك أعمدة طويلة منتصبة في وسط البيت، وتشكل هذه الأعمدة الطويلة ذروة الارتفاع في هذا البيت.
ثم تبدأ بالانخفاض التدريجي على جميع الأطراف. وجدير بالذكر أن هناك تحكماً في أذرية البيت الخارجية، حيث يتم فتحها وإغلاقها عند الحاجة إلى التحكم في درجات الحرارة ومجالات التهوئة والإضاءة. وهناك فتحة أخرى لهذا البيت في سقفه العلوي فوق القسم الخاص للطهي وتحضير الطعام، حيث يخرج الدخان من خلال هذه الفتحة العلوية التي تسمح أيضاً بدخول أشعة الشمس وبعض الإضاءة داخل البيت. يوحي هذا البيت ببنائه وكثرة أذريته وأثاثه بالاستقرار النسبي للكثير من قبائل بني جيل، فهو بيت لا يتناسب مع كثرة الترحال والتنقل في الصحراء. في سياق